عدن، فيضانات الفساد والعجز. لم تلتقط العدسات دموع أهالي عدن، فقد جرفها الطوفان مع جثث الأطفال والمركبات والمقتنيات والأشجار وبيوت الفقراء. لا تستطيع الكاميرات والكلمات الإحاطة بأنواع الدمع المسفوح في عدن بين فقد وعجز وقهر وغضب ويأس أمام المشهد المرعب للسيول العارمة التي استباحت المدينة المتروكة لمصيرها وقد جردت من خطوط الدفاع. الصور القادمة من عدن تحمل خلف مشاهد الحزن والبطولات الفردية وجسارة أهلها في قلب الكارثة لائحة اتهام طويلة لحكومة الفساد والعجز المطلق التي اكتفت بالتوجيهات عن بعد وإعلان عدن مدينة منكوبة، وكأن سكان المدينة العريقة يحتاجون إلى من يذكرهم بما يواجهونه يومياً من معاناة. قصة عدن الأزلية مع المطر لم ترتبط بالكوارث بل بالغناء والخصب والإبداع، وما زالت الصهاريج الشهيرة التي شيدها العدنيون منذ 3000 عام شاهدة على سبق في رحلة الحضارة قبل أن يحل زمن الفساد وخراب الأرواح والضمائر ويعيد المدينة إلى ما قبل بناء الصهاريج. من لعدن غير أهلها؟ فحكومة الفنادق أدرى بشفط الأموال لا تصريف المياه كما يقول يمنيون، وتجد في الكارثة فرصة لإلقاء اللوم على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدوره يبقى مجرد مكون سياسي غير قادر على تحمل أعباء الدولة الغائبة. ما أقرب عدن من الكارثة وما أبعدها عن مشاغل العالم الغارق في لعنة الكورونا، ولا مساحة أو وقتاً يمكن اقتطاعه لعدن. ترى لو هاجم فيروس كورونا أهالي عدن فكيف السبيل للتباعد؟ وكيف السبيل للحجر المنزلي بلا كهرباء؟ وكيف السبيل للارتواء بمياه صالحة للشرب في ظل كل تلك الظروف البائسة؟